تحية طيبة، أنها 7:30 مساء بتوقيت العاصمة بيروت. أهلا وسهلا بكم إلى المسائية. نبدأ بالعناوين مع رشا الخطيب. مساء الخير إلى العناوين. يعني اللي بيتحمل هذا الموضوع هو حزب الله والتيار الوطني الحر. الحريري يدعو من دار الفتوى الحكومة إلى التحرك باتجاه المملكة لحل موضوع وقف مساعداتها للجيش وقوى الأمن. تصرفت الخارجية اللبنانية وكأنها ملحقة بمكتب العلاقات الخارجية لحزب الله. مواقف منددة بهجوم حزب الله المتكرر على السعودية وتعريضه لبنان لمغامرات هو بغنى عنها. ثوار حلب يستعدون للمبادرة غربا إثر هجوم من 6 محاور، والمعارضة توافق على هدنة مؤقتة بضمانات دولية. القرار السعودي بوقف الهبتين المقدمتين لتسليح الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية لا يزال يتفاعل ليترك انعكاساته على الحراك السياسي وعلى المواقف المتلاحقة، خصوصا وأن العمق العربية للبنان هو من يحمي استقراره الاقتصادي ويشكل المظلة التي تقيه خطر اللحظة الإقليمية الحرجة. فبعد الإمارات والبحرين، أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي تأييدها التام لقرار المملكة العربية السعودية. وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن الأسف لأن القرار اللبناني أصبح رهينة لمصالح قوى إقليمية خارجية. في هذا الوقت أكد الرئيس سعد الحريري أن من يتحمل مسؤولية ما وصلت إليه العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية هو حزب الله والتيار الوطني الحر، داعيا الحكومة إلى التحرك باتجاه المملكة لإيجاد حل للقضية. أما كتلة المستقبل النيابية فرأت أن قرار المملكة هو نتيجة الاستهانة والاستخفاف بالمصلحة الوطنية اللبنانية من قبل وزير الخارجية، والتنكر لتاريخ السياسة الخارجية المستقرة والمعتمدة من قبل لبنان في علاقاته مع الدول العربية الشقيقة. كما أن الاستهانة والحملات الإعلامية غير الأخلاقية والتهجم المسف التي ارتكبتها قيادات في حزب الله بحق المملكة تسببت بالأزمة. إلى أزمة النفايات، حيث اللجنة الوزارية المكلفة متابعة القضية انعقدت برئاسة الرئيس تمام سلام، ولم تتخذ أي قرار على أن تستكمل مباحثاتها يوم الاثنين. مصادر وزارية رجحت للمستقبل أن يعود خيار المطامر إلى الصدارة بعد فشل الترحيل، وفيما خيار المحارق يحتاج إلى وقت وإلى رصد مبالغ مالية كبيرة. إذن الرئيس سعد الحريري الذي أبدى تفهمه لقرار المملكة العربية السعودية حمل بعد زيارته مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، حمل مسؤولية هذا القرار لحزب الله والتيار الوطني الحر. الرئيس الحريري جدد التزامه بترشيح النائب سليمان فرنجية للرئاسة. حمل الرئيس سعد الحريري مسؤولية القرار السعودي لكل من حزب الله والتيار الوطني الحر، وقال بعد زيارته دار الفتوى ولقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان إن ما فعله وزير الخارجية برفضه السير بالإجماع العربي أمر مؤسف وهو لا يمثل اللبنانيين. وكمان بنحس الحكومة إنه تتحرك باتجاه المملكة العربية السعودية لحتى هذا الموضوع نشوف كيف يحل. بهذا الموضوع ما في شك انه المواقف اللي اتخذت بالجامعة العربية وبكل المنابر الدولية ضد المملكة العربية السعودية وخاصة بموضوع السفارة هو موقف غير عربي وموقف غير مفهوم. يجب على انه يتم تصحيح هذا الشيء، لانه لبنان المملكة العربية السعودية كانت دائما يعني فعل خير ودائما كانت تقوم بكل محبة مساعدة لبنان، وما كانت تطلب شيء من اللبنانيين الا انه يصلحوا لبنان. فلذلك نحن يجب علينا انه نتكاتف شوي ونحاول نشوف كيف هذا الموضوع ينحل. ما في شك انه الكلام اللي بيصدر عن منابر ان كان من حزب الله ولا من اخرين
باتجاه المملكة العربية السعودية هو كلام مرفوض، ونحن وهؤلاء لا يمثلون لبنان. يعني اللي بيتحمل هذا الموضوع هو حزب الله والتيار الوطني الحر. وفيما خص موضوع الرئاسة، جدد الرئيس الحريري التزامه بترشيح الوزير سليمان فرنجيي قائلا إن البلد لم يعد يحتمل. لا، هو يمكن الحكيم لازم يسحب ترشيحه لميشيل عون، ونحن مستمرين بترشيحنا يعني ملتزمين بترشيحنا. ما دخل الإيراني وما دخل السعودي وما دخل أي حدا، ما دخل أي حدا. اللي بده رئيس جمهورية بينزل على مجلس النواب، اللي بده يحطها على إيران وعلى السعودية وعلى بيقدر، بس فعليا بالآخر هو الحق على الأحزاب اللي عم تعطل. وأكد الرئيس الحريري أن الفراغ يشكل كارثة على لبنان. وخلال استقباله أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، شدد الرئيس الحريري على التمثل بنهج الاعتدال، وأضاف: نعمل لتكريسه في سلوكياتنا وممارساتنا. وحدة المسلمين هي ركيزة الأساس لوحدة لبنان من دون استثناء، ونحن سنكون على الدوام داعمين لهذه الوحدة وفي كل الظروف. الكلام للرئيس سعد الحريري خلال استقباله في بيت الوسط أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وحضور نائب الرئيس الوزير السابق عمر مسقاوي، والأعضاء والرئيس فؤاد السنيورة ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، النائب بهية الحريري، ومفتيي المناطق. الحريري قال: نمر اليوم بمرحلة صعبة جدا، وعلينا كسياسيين وأنتم كرجال دين مسؤولية مشتركة وواجب في مواجهة كل محاولات تشويه صورة الإسلام وإلصاق تهمة الإرهاب والتطرف بالمسلمين. فالتطرف، أضاف الحريري، خطر كبير يحدق بلبنان والمسلمين والمنطقة والعالم على حد سواء، وكل الدول باتت تعاني من هذه الآفة المدمرة التي تتعارض كليا مع مبادئ الدين الإسلامي ورسالته في الدعوة إلى التسامح والمحبة ونبذ كل أنواع العنف والإرهاب. وتطرق الرئيس الحريري إلى قضية السجناء الإسلاميين الموقوفين في السجون، وقال: أدعو للإسراع ببت محاكمة جميع الموقوفين دون أي تلكؤ أو تأخير، لتبرئة من تثبت براءته ومعاقبة من ارتكب أعمالا إجرامية أو إرهابية. من ناحيته قال المفتي دريان: إن الرئيس الحريري يقدم دوما المبادرات الوطنية وليس المبادرات الشخصية أو التي تصب في مصلحته السياسية، ويجب علينا جميعا أن نقف بجانبه وندعمه. وأضاف دريان: الحل يأتي دائما من عندنا ومن عند مرجعيتنا السياسية، فالرئيس الشهيد رفيق الحريري أخرج لبنان مما كان يتخبط فيه من أحداث ونزاعات وحروب من خلال اتفاق الطائف الذي أرسى الحلول والاستقرار في لبنان، ونحن علينا أن نتشبث بهذا الاتفاق وأن لا نسمح لأحد أن يعيدنا إلى نقطة الصفر وينادي بمؤتمر تأسيسي. وخاطب المفتي دريان الرئيس الحريري بالقول: نحن نعول عليك كثيرا في إعادة ترتيب العلاقة اللبنانية السعودية، فأنت الأجدى لتصحيح هذه العلاقات، لأن المسلمين السنة في لبنان وغالبية اللبنانيين هم أهل الوفاء للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وسائر دول الخليج. ثم أقام الرئيس الحريري مأدبة غداء تكريمية على شرف الحضور، شارك فيها وزير البيئة محمد المشنوق وعدد من نواب كتلة المستقبل. اعتبرت كتلة المستقبل النيابية أن تهور حزب الله واستخفاف باسيل عطلا الهبتين السعوديتين داعية لاجتماع فوري لمجلس الوزراء وإرسال وفد إلى جدة لمعالجة هذه الأزمة. قرار المملكة العربية السعودية هو قرار سيادي ولا يمكننا سوى احترامه، هذا ما أشارت إليه كتلة المستقبل النيابية إثر اجتماعها الطارئ برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، معتبرة أن القرار أتى نتيجة الاستهانة والاستخفاف بالمصلحة الوطنية اللبنانية من قبل وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل، والتنكر لتاريخ السياسة الخارجية المستقرة والمعتمدة من قبل لبنان في علاقاته مع الدول العربية الشقيقة المبنية على أساس انتمائه العربي وعلاقات الأخوة التي تربطه بها. واعتبرت الكتلة أن ارتكابات وزارة الخارجية مست بداية بعروبة لبنان وانتمائه الحاسم للعالم العربي والذي عبر عنه اللبنانيون في وثيقة الوفاق الوطني وفي الدستور. فقد تم ارتكاب خطيئة متمادية بعد الخطيئة الأولى في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة،
وتزوير وزير الخارجية اللبناني لحقيقة القرار والخلط بينه وبين البيان. ولقد مضى الوزير باسيل لاقتراف خطيئة أكبر في اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية في جدة، تمثلت بالخروج عن الإجماع العربي وكذلك الإسلامي، وتعريض مصالح لبنان للخطر الشديد. وقبل ذلك وبعده تصرفت الخارجية اللبنانية وكأنها ملحقة بمكتب العلاقات الخارجية لحزب الله. كما توقفت الكتلة عند مواقف حزب الله ووسائل الإعلام التي تدور بفلكه. إن الاستهانة وسوء التقدير والتصرفات غير المسؤولة والحملات الإعلامية غير الأخلاقية والتهجم المسف التي ارتكبتها قيادات حزب الله بحق المملكة العربية السعودية وبحق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج العربية والدول العربية قاطبة تسببت بالأزمة التي وصلنا إليها. الكتلة دعت الحكومة اللبنانية إلى العودة الفورية للالتزام بالبيان الوزاري الذي نالت الثقة على أساسه والالتزام بالإجماع العربي ليكون هذا الأمر ثابتا وغير خاضع لأهواء وزير الخارجية أو ضغوطات حزب الله. كما طالبت بتحرك واجتماع فوري لمجلس الوزراء لمعالجة هذه الأزمة وإبقاء جلساتها مفتوحة وإرسال وفد على أعلى المستويات إلى المملكة العربية السعودية لمعالجة هذه الأزمة الخطيرة. تعتبر الكتلة أن الأمانة الأخلاقية والوطنية تقتضي منا جميعا أن نعبر عن التقدير والشكر للمملكة العربية السعودية لكل ما قدمته على مدى زمن طويل جدا من تاريخ العلاقات اللبنانية السعودية. وتمنت الكتلة على السعودية أن تعيد النظر في قرارها، مؤكدة أن مكانة المملكة والشعب السعودي الشقيق راسخة لدى أكثرية اللبنانيين في الأعماق، بعيدا عن محاولات القلة المتنكرة للأخلاق والوفاء والانتماء والتي تحاول التأثير على هذه العلاقات الراسخة. رد رئيس حزب القوات اللبنانية على تصريح الرئيس سعد الحريري الذي دعاه فيه إلى سحب ترشيحه للعماد عون، فقال دكتور سمير جعجع عبر تويتر: بتمون شيخ سعد، بس شو رأيك تعمل العكس؟ وكان جعجع وتعليقا على القرار السعودي بوقف المساعدات العسكرية للبنان قد دعا الحكومة اللبنانية إلى الطلب رسميا من حزب الله الامتناع عن مهاجمة المملكة. شكلت الندوة التي عقدت في معراب تحت عنوان التوعية البلدية والتي نظمها جهاز الانتخابات في حزب القوات اللبنانية مناسبة علق خلالها الدكتور سمير جعجع على القرار السعودي بإيقاف المساعدات للجيش اللبناني والقوى الأمنية. جعجع الذي أكد أن للمملكة فضلا في وضع اتفاق الطائف وإعمار لبنان بالإضافة إلى مساعدة اللبنانيين أبان حرب تموز، اعتبر أن قرارها جاء بعد تقصير الحكومة اللبنانية بوقف الهجوم المتكرر عليها في الآونة الأخيرة. الحكومة اللبنانية كان عندها تقصير فاضح، هو أنه من الأول كان لازم تتدخل في مواد بقانون العقوبات اللبناني تحذر على أي مواطن لبناني أو على أي فريق أو على أي سياسي أو على أي حزب، بتحذر على يخرب علاقات لبنان بالدول الصديقة. مسألة انه طفح كيل المملكة بتصرفات بعض اللبنانيين تجاهها، مسألة وطنية بتتعلق بكل لبناني، واذا الامور بتضل هيك يمكن نشهد بعد خطوات اقسى واقسى واقسى واقسى. الحكومة اللبنانية لازم تجتمع توجه طلب رسمي لحزب الله، لانه بالامور السيادية ما في حياة، مش انه بننطر البلد تيخرب ونضل مستحيين من بعضنا، ابدا. بتوجه طلب رسمي لحزب الله بالامتناع عن مهاجمة المملكة العربية السعودية تحت طائلة تنفيذ القانون اللبناني. من بعد منها بيتشكل وفد رفيع المستوى قوامه يمكن نص الحكومة الحالية، كل الوزراء السياديين مع رئيس الحكومة مع بعض الوزراء الآخرين، وفد 10-15 وزير بيروحوا على المملكة، أكيد بتصور بيستقبلهم الملك على الرحب والسعة، وهونيك بيطرح الأمور مثل ما هي. وفيما يتعلق بملف الانتخابات البلدية، دعا جعجع إلى اعتماد الكفاءة فيها لأن المجلس البلدي هو السلطة الأقرب إلى الشعب، وبالتالي بدنا نعتمد الكفاءة الفعلية والفعالية الفعلية، ومنها منطلق بدنا ننقي.
هلا بتطلع موجوده عن شخص قويتي منيح، عن شخص من التيار الوطني الحر منيح، من الكتائب منيح، من حدا من الفرقاء الاخرين يلي مش منتمين للاحزاب كمان منيح، المهم ننقي بلديه فعاله شغاله. وراى جعجع انه يجب تفعيل العنصر النسائي في البلديات. دعت دول مجلس التعاون الخليجي الحكومة اللبنانية إلى إعادة النظر في مواقفها وسياساتها التي تتناقض مع مبادئ التضامن العربي. أعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن تأييدها التام لقرار المملكة العربية السعودية بإجراء مراجعة شاملة لعلاقاتها مع لبنان ووقف مساعداتها بتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. وأشار الأمين العام لدول مجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني إلى أن قرار المملكة جاء ردا على المواقف الرسمية للبنان التي تخرج عن الإجماع العربي ولا تنسجم مع عمق العلاقات الخليجية اللبنانية وما يحظى به لبنان من دعم كبير من قبل المملكة ودول مجلس التعاون. وأكد الزياني أن دول مجلس التعاون تعرب عن أسفها الشديد لأن القرار اللبناني أصبح رهينة لمصالح قوى إقليمية خارجية ويتعارض مع الأمن القومي العربي ومصالح الأمة العربية ولا يمثل شعب لبنان العزيز الذي يحظى بمحبة وتقدير دول المجلس وشعوبها، وهي تأمل أن تعيد الحكومة اللبنانية النظر في مواقفها وسياساتها التي تتناقض مع مبادئ التضامن العربي ومسيرة العمل العربي المشترك. رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط وفي تصريح لصحيفة الأنباء الاشتراكية سأل عن سبب تعريض لبنان لمغامرات هو بغنى عنها، داعيا كل القوى اللبنانية لإعادة النظر بمواقفها تجاه الدول العربية وتأكيد عروبة لبنان. لماذا تعريض لبنان لمغامرات هو بغنى عنها بحكم العلاقات الوطيدة والودية منذ عشرات السنين مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي؟ سؤال طرحه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في حديث لصحيفة الأنباء، معتبرا أن المطلوب اليوم وأكثر من أي وقت مضى الامتناع عن إصدار مواقف تفاقم اضطراب العلاقات وانتكاستها. وسأل لماذا وضع مصير مئات الآلاف من اللبنانيين العاملين في دول الخليج على المحك، وناشد جنبلاط قيادة المملكة إعادة النظر بقرارها وهي التي لطالما وقفت إلى جانب لبنان في أصعب الظروف وأقصاها، خصوصا في مرحلة الحرب الأهلية وبعد انتهائها وأثناء العدوان الإسرائيلي في العام 2006. وذكر بأن المملكة قدمت الدعم للبنان في المحافل الدولية وفي مؤتمرات باريس 1 و2 و3 والاقتصاده، كما جهدت لدعم مشروع الدولة ومؤسساتها دون تفرقة أو تمييز. وشدد جنبلاط على أن الجيش اللبناني والقوى الأمنية المختلفة بحاجة ماسة لهذا الدعم، لا سيما أنها بذلت وتبذل جهودا استثنائية لحفظ الأمن والاستقرار من نهر البارد إلى طرابلس إلى الحدود، فضلا عن كشف المخططات الإرهابية والشبكات التجسسية. وأضاف: نأمل معاودة الدعم لتمكين الجيش من مواجهة التحديات الإرهابية، وواهم من يظن أن سلاحا آخر سيقدم إلى لبنان. وجدد جنبلاط شجبه لبعض ردود الأفعال والمواقف السياسية اللبنانية، آملا أن يكون ما حدث مجرد غيمة صيف عابرة. النائب محمد كبارة قال أن لبنان ضحى بمصلحة شعبه وجيشه لأن حكوماته تعبر بغباء عن سياسات إيران المعادية للبنان وللعرب في آن. وقال كبارة: بدأ العقاب الخليجي لدولة لبنان الفاشلة التي تأوي منظمات إرهابية ومنظمات إجرامية وتسمح لها بالمشاركة في حكوماتها وتتحدث باسمها وتحدد سياستها الخارجية. وأوضح أن العقاب السعودي الخليجي هو نتيجة حتمية للسياسات اللبنانية الرسمية التي أبقت البلد تحت احتلال حزب السلاح الفارسي. بعدما فشلت خطة ترحيل النفايات، عادت خطة إقامة المطامر التي وضعها الوزير أكرم شهيب إلى الواجهة. وقد استأنفت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة هذا الملف اجتماعاتها على أن تستكملها الاثنين المقبل. سقط خيار ترحيل النفايات، واعتذر وزير الزراعة أكرم شهيب عن متابعة دوره في معالجة ملف النفايات بصفته وزيرا للبيئة بالوكالة. فعادت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الملف إلى الانعقاد في السراي الحكومي. الاجتماع الاستثنائي الذي ترأسه الرئيس تمام سلام أعاد أحياء خطة شهيب المتعلقة بالمطامر الصحية. وزير الداخلية نهاد المشنوق وقبيل دخوله الجلسة قال ردا على سؤال عن مؤازرة للقوى الأمنية لفرض إنشاء المطامر
المطامر، إنه قبل الحديث عن مؤازرة أمنية يجب تحديد مواقع هذه المطامر. وزير التربية الياس بوصعب قال من جهته إنه لا مفر من العودة إلى فتح المطامر الموجودة ولو بشكل مؤقت. أما الوزير نبيل دفريج فقال إن الأمور عادت إلى نقطة الصفر. وزير الصناعة حسين الحاج حسن أكد من جهته أن لا حل إلا بالمطامر والمحارق لاحقاً. وبعد حوالي الساعة ونصف الساعة من المناقشات انتهى الاجتماع دون الوصول إلى نتيجة نهائية، على أن تستكمل اللجنة البحث في أزمة النفايات يوم الاثنين المقبل. نفذت حملة بدنا نحاسب اعتصاما في ساحة رياض الصلح احتجاجا على استمرار أزمة النفايات، اعتراضا على فساد السلطة واستمرار أزمة النفايات. نفذت حملة بدنا نحاسب اعتصاما أمام السراي الحكومي. وخلال الاعتصام الذي شاركت فيه بقية حملات الحراك الشعبي رفعت شعارات ترفض حل المطامر الذي جاء في خطة الوزير أكرم شهيب، والذي عاد إلى طاولة البحث من جديد بعد سقوط خيار الترحيل. رجعنا للصفر، نحن تقدمنا مع حملات من الحراك الشعبي بإخبارات، طلبنا رئيس الحكومة بفتح تحقيق رسمي من قبل الدولة اللبنانية. هيدا التحقيق الرسمي لازم يتم استدعاء ممثلين شركة شينوك لمحاسبتهم عن هدر وقت الشعب اللبناني، الزبالة اللي بعدها موجودة بالشوارع. كلكم بتعرفوا انه شينوك ما كانت رح تاخد هيدي الزبالة، كانت رح تبقى. اللي نحنا منقوله لا للمطامر، لا للمحارق، نعم لخطة بيئية صحية محلية. ومن السراي الحكومي توجه المعتصمون إلى دارة الرئيس تمام سلام لإسماعه صوتهم الرافض لحلول الحكومة لأزمة النفايات والمطالبة بحل بيئي مستدام. إلى أخبارنا العربية والدولية بعد الفاصل. وفيها رئيس الحكومة العراقية يطلب تفويضا عاما من البرلمان لإجراء تعديل وزاري. وتركيا تعلن عن إجراءات أمنية جديدة بعد تفجير أنقرة. المسائية مستمرة، وإليكم تذكيرا بأبرز ما ورد فيها من أنباء. الحريري يدعو من دار الفتوى الحكومة إلى التحرك باتجاه المملكة لحل موضوع وقف مساعداتها للجيش وقوى الأمن. ومواقف منددة بهجوم حزب الله المتكرر على السعودية وتعريضه لبنان لمغامرات هو بغنى عنها. عودة اللجنة الوزارية لبحث خطة إقامة المطامر. استعاد ثوار حلب المبادرة في غرب المدينة إثر هجوم مباغت من 6 محاور. هذا فيما خسر تنظيم داعش آخر معاقله في الحسكة بعدما سيطرت وحدات الحماية الكردية على مدينة أشدادي. اشتباكات طاحنة بين الثوار وقوات الأسد دارت على الجبهة الفضائية في منطقة المرج بالغوطة الشرقية في ريف دمشق. تخللها قصف متقطع على جبهة أوتوستراد السلام بمخيم خان الشيح، في حين شن الطيران الحربي غارات جوية على أحياء مدينة عربين. وفي جنوب دمشق حاول تنظيم داعش الإرهابي التسلل لنقاط الثوار في حي الزين في البساتين الفاصلة بين بلدة يلدا ومدينة الحجر الأسود، حيث تمكن الثوار من التصدي للعملية وقتل عدد من عناصر التنظيم. أما في حلب فقالت غرفة عمليات فتح حلب إن تشكيلاتها اخترقت خط دفاع النظام الأول غربي المدينة إثر هجوم واسع ومباغت من 6 محاور، فيما تمكن الثوار في حي الأشرفية من استعادة مباني السكن الشبابي بعد اشتباكات عنيفة مع وحدات الحماية الكردية وقوات سوريا الديمقراطية، في حين تمكن الجيش الحر في الريف الشمالي من إحكام سيطرته على تلة الطامورة المطلة على بلدة نبل الموالية للنظام. ميدانيا أيضا أعلن الجيش الحر في حوران عن مصرع 50 عنصرا من قوات الأسد والميليشيات الموالية له ضمن معركة وإن عدتم عدنا، بينهم قائد تل قرين، بالإضافة إلى تدمير 3 دبابات و5 آليات عسكرية. في غضون ذلك سيطر مسلحو قوات سوريا الديمقراطية على محطة كبيبل للغاز التابعة لحقول الجبيسة في محيط مدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة، واستولوا على وثائق تركها عناصر تنظيم داعش في معمل لتكرير النفط كان يعد أحد أهم مصادر تمويل النظام.
سياسيا، أيدت المعارضة السورية هدنة مؤقتة شرط أن تتوقف الغارات الروسية على الشعب السوري وأن تشرف الأمم المتحدة على تنفيذ البنود الإنسانية التي اتفقت عليها مجموعة دعم سوريا خلال اجتماعها الأخير في ميونخ. في ختام اجتماعه مع فصائل المعارضة السورية في اسطنبول، أعلن منسق الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب الموافقة مبدئيا على هدنة مؤقتة، على أن يتم ذلك وفق وساطة دولية وتوفير ضمانات أممية تجبر روسيا وإيران والميليشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة التابعة لها على وقف القتال كما جاء في البيان الختامي للاجتماع. غير أن حجاب لا يتوقع من النظام وحلفائه أن يلتزموا بأي هدنة، لأن بقاءه مرهون باستمرار حملة القمع والقتل والتهجير القسري، معلنا أن اجتماعا طارئا سيعقد الاثنين المقبل للهيئة العليا للمفاوضات لعرض ما تم التوصل إليه على أعضاء الهيئة والتباحث بشأن الموافقة على الهدنة وتوفر الضمانات اللازمة لنجاحها. البيان أكد أن الفصائل اشترطت لبدء تنفيذ الهدنة وقف القتال بصورة متزامنة بين مختلف الأطراف في آن واحد، ورفع الحصار عن مختلف المناطق والمدن، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إليها، وإطلاق سراح المعتقلين وخصوصا النساء والأطفال. مصدر مقرب من محادثات السلام السورية أوضح أن الهدنة ستمتد لأسبوعين أو ثلاثة قابلة للتجديد، وهي تشمل الجميع باستثناء تنظيم داعش الإرهابي، وأنها مشروطة بعدم استهداف الغارات الروسية لجبهة النصرة. وبالتزامن مع هذا التطور، عبر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند عن قلقه بشأن الوضع الإنساني في سوريا وخصوصا في حلب، معلنا تحرك فرنسا في إطار الأمم المتحدة ومع شركائها لتلبية الحاجة الإنسانية الملحة وإيجاد ظروف لاستقرار دائم في سوريا. في المقابل قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تهدف إلى حل الأزمة السورية باستخدام الوسائل السياسية والدبلوماسية، زاعما أن قوات بلاده تدافع في سوريا عن مصالح روسيا الوطنية. أعلن رئيس الحكومة التركية أحمد داود أوغلو أن بلاده ستتخذ إجراءات أمنية جديدة في مختلف أنحاء البلاد بعد تفجير أنقرة الإرهابي، وأضاف أنه من خلال الاعترافات التي أدلى بها المتورطون بهجوم أنقرة تبين أن هناك علاقة بينهم وبين النظام السوري. كما أكد إحباط مخططات إرهابية كانت تحاول أن تزرع الفتنة بين أبناء الشعب التركي وزعزعة أمن واستقرار البلاد. طلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي البرلمان بتفويضه لتشكيل حكومة توافقية بعيدا عن المحاصصة بهدف السير بالإصلاح نحو الأمام، معلنا أن الحشد الشعبي سيشارك في تحرير الموصل كما قال. كان من المفترض أن يعقد البرلمان العراقي جلسة تسمى بالعادية على جدول أعمالها مناقشة الواقع الاقتصادي للبلاد والأزمة المالية، غير أن طروحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لإجراء تغيير وزاري جعلت منها استثنائية. فقد طلب العبادي البرلمان بمنحه تفويضا عاما من أجل تشكيل حكومة توافقية بعيدة عن المحاصصة تبنى وفق المهنية والاختصاص والتوافقية بهدف السير بالإصلاح نحو الأمام. وشدد العبادي على ضرورة تغليب المصلحة العليا للبلد على المصلحة الكتلوية، داعيا الكتل السياسية إلى التنازل عن استحقاقها الانتخابي من أجل العراق، كاشفا أن الحشد الشعبي كونه مؤسسة تابعة للدولة سيشارك مع قوات البشمركة في تحرير الموصل. غير أن دعوة العبادي لاقت ضجة تحت قبة البرلمان، إذ عبر نواب عن استغرابهم حيال دعوته وتوقيتها، فيما أعلن نواب التحالف الكردستاني رفضهم الصريح لطلبه. وأتت دعوة العبادي في وقت أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن لائحة بأسماء مستقلين مهمتها تشكيل لجنة لاختيار تشكيلة وزارية من التكنوقراط. أما ميدانيا فتواصلت المعارك لليوم الثاني بين رجال العشائر وتنظيم داعش داخل مدينة الفلوجة، في حين ذكرت معلومات أن داعش اعتقل 150 شخصا في المدينة. هذا وفرضت القوات العراقية سيطرتها على مناطق الحامضية والبوعيثة شمال مدينة الرمادي، بينما قتل ما يسمى بولي الأنبار الجديد وأكثر من 20 عنصرا من داعش بضربة جوية غرب قضاء هيت. وفي ضربة ثانية من نوعها كشفت قيادة التحالف الدولي أنها قصفت مركزا يجمع فيه التنظيم الأموال قرب الموصل ودمرت المبنى بالكامل.
أعلنت الخارجية الصربية أن اثنين من موظفي السفارة الصربية في ليبيا خطفا في تشرين الثاني الفائت في ليبيا وقتلا في الضربة الجوية الأمريكية التي استهدفت أمس معسكرا للتدريب تابعا لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة صبراتة غرب البلاد. وقد ارتفع عدد قتل هذه الضربة الجوية إلى 43 في وقت سلمت ليبيا جثث 30 تونسيا قتلوا في الغارات الأمريكية على صبراتة إلى جهاز مكافحة الإرهاب التونسي عبر معبر رأس جدير. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فتى فلسطينيا في 13 من عمره بعد الاعتداء عليه بالضرب في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية زعيمة أنها عثرت بحوزته على سكين. هذا وأصيب عشرات النشطاء الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب عندما قمعت قوات الاحتلال مسيرة تطالب بفتح شارع الشهداء في مدينة الخليل مستخدمة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على الحشود المتظاهرين. أحرزت القوات الشرعية في اليمن تقدما في منطقة صرواح غرب محافظة مأرب في حين تواصل تطهير جيوب ميليشيات الحوثي والمخلوع الصالح في المدخل الشرقي لصنعاء بدعم من التحالف العربي. وهذا التحالف أغار على مواقع المتمردين كذلك في محافظة عمران وشمال محافظة حجة. وفي شرق تعز تواصلت الاشتباكات في أحياء عدة في حين سيطر تنظيم القاعدة على مدينة أحور الساحلية بمحافظة أبين. بدأ الناخبون الأمريكيون الإدلاء بأصواتهم في ولايتي نيفادا وساوث كارولينا في الانتخابات التمهيدية للسباق الرئاسي. وفي ولاية نيفادا يرى مراقبون أن المعركة الانتخابية ستكون محصورة بين المرشحين الديمقراطيين بيرني ساندرز وهيلاري كلينتون. أما في ساوث كارولينا فسيحاول المرشح الجمهوري دونالد ترامب تقدمه على منافسيه بعد الفوز الذي حققه في انتخابات نيو هامشير. حدد رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون 23 من حزيران المقبل ليكون موعدا لاستفتاء تاريخي على عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي. قال كاميرون عقب اجتماع وزاري أنه سيذهب إلى البرلمان ويقترح أن يقرر الشعب البريطاني بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أو انسحابها منه، واعدا بقيادة الحملة الداعمة للبقاء ضمن الاتحاد. النشرة مستمرة فيها بعد الفاصل. حادث دموي مروع عند مدخل بريتال واجتياح صهريج لسيارة. في الرياضة الحكم يعود إلى الساحة العربية ويحرز لقب بطولة دبي الدولية لكرة السلة. دهمت قوة من الجيش صباح اليوم أماكن عدد من المشتبه بتورطهم في حادث السعديات أمس حيث أوقفت 10 مواطنين وسوريين 2 وفلسطيني وضبطت بحوزة بعضهم بندقية حربية ومسدسين وكمية من الذخائر الخفيفة والأعتدة العسكرية المتنوعة بالإضافة إلى عدد من أجهزة الاتصال. وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وتستمر قوى الجيش بتعقب باقي المتورطين لتوقيفهم. أكد تيار المستقبل دور الدولة ومؤسساتها الدستورية والأمنية الشرعية في حفظ حق أهالي السعديات والدفاع عنهم في وجه تمادي سرايا المقاومة في الاعتداء عليهم. ودعا تيار في بيان بالضرب بيد من حديد لإنهاء هذا السلاح المتفلت الخارج عن الشرعية. تعليقا على إشكال السعديات الذي حصل يوم الجمعة، رأى تيار المستقبل في ذلك تماديا من قبل عناصر سرايا المقاومة التابعة لحزب الله، مؤكدا أن السرايا تقوم بممارسات استفزازية في أكثر من منطقة لبنانية لإثارة الفتنة وافتعال التوترات. واعتبر تيار المستقبل أن إطلاق النار على المراكز الدينية وترويع الآمنين في بيوتهم هو ترهيب بهدف إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي، مطالبا القضاء المختص بإنزال أقصى عقوبات بحق المتورطين في هذه الأعمال. تيار المستقبل أشاد بالتدخل الحازم والحاسم للجيش والقوى الأمنية لتطويق تداعيات ما حصل وتوقيف المتورطين، مؤكدا أنه ليس طرفا في أي إشكال مسلح كما حاول بعض الإعلام أن يروج. وجدد التيار تأكيده دور الدولة ومؤسساتها الدستورية والأمنية الشرعية في حفظ حق أهالي السعديات والدفاع عنهم بوجه تمادي سرايا المقاومة في الاعتداء عليهم، مطالبا إياها بالضرب بيد من حديد لإنهاء هذا السلاح المتفلت الخارج عن الشرعية وهذا الواقع الشاذ الذي تمثله هذه السرايا. أمل اللقاء التشاوري الصيدوي والذي انعقد في مجدليون أن تسهم تحركات الرئيس سعد الحريري في إحداث خرق في ملف الرئاسة.
في اجتماعه الدوري في مجد اليوم برئاسة النائب بهية الحريري ومشاركة الرئيس فؤاد السنيورة، أمل اللقاء التشاوري في أن تسهم حركة الرئيس سعد الحريري في إحداث اختراق بملف رئاسة الجمهورية. وإذ وقف اللقاء دقيقة صمت عن روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في ذكرى اغتياله، أعرب عن ارتياحه للوضع الأمني في صيدا والمخيمات الفلسطينية. موضوع الشغور، موضوع عمل المؤسسات، الاستحقاقات اللي جاي، كل هيدي من المواضيع اللي انطرحت، وأكيد موضوع الشغور الرئاسي بنعتبره هو نقطة أساسية بالنسبة للمرحلة القادمة، ضمن كمان الجهد اللي عم بيقوم فيه الرئيس سعد الحريري لتحريك الواقع، يعني اللي بنتمنى أنه يوصل لنتيجة ملموسة. كما أكد اللقاء تضامنه مع اللاجئين الفلسطينيين بعد تقليص الأنروا لخدماتها، ودعا من جهة أخرى إلى إطلاق حملة توعية لمواجهة آفة انتشار المخدرات في المدينة. أشار وزير السياحة ميشيل فرعون إلى أن ملف الرئاسة عاد إلى وضعية الشلل والجمود بعد المبادرات التي حصلت لتحريكه، متوقعا أن لا يتم انتخاب رئيس في الجلسة المقبلة. وخلال زيارته رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون في الربيع، شدد فرعون على ضرورة أن تخصص جلسة في طاولة الحوار الوطني لوضع أسس النأي بالنفس، كونه يوجد مواقف كالتي أطلقها حزب الله تستفز بعض الدول العربية، وهذا لا يمثل توجهات اللبنانيين. حادث دموي مروع على الطريق الدولي عند مدخل بريتال جراء اجتياح صهريج مازوت لسيارة. كان هذا المشهد اللحظة الأخيرة لحياة مواطنة من آل الأتات تستقل سيارة من نوع BMW قبل أن يجتاحها صهريج مازوت على الطريق الدولي عند مدخل بلدة بريتال. ثلاثة أطفال كانوا في المقاعد الخلفية للسيارة، ومواطنة من آل المصري إلى جانب السائقة لم يشأ القدر أن يختطف أرواحهم، لكنهم نقلوا إلى المستشفيات بعد تعرضهم لإصابات بالغة. العناية الإلهية حمت سائقي السيارات على هذا الطريق بعد تسرب مادة المازوت من الصهريج، وقد عملت إثرها القوى الأمنية على إقفال الطريق وتحويل السير إلى الطرق الداخلية للبلدة، مما شكل زحمة خانقة. على أثر اندلاع حريق في تجمع للنفايات في منطقة الدورة والبوشرية، توجه طبيب قضاء المتن الشمالي وفريق من وزارة الصحة إلى المكان لمتابعة الإجراءات لإطفاء الحريق بالتنسيق مع رئيس بلدية الجديدة، وذلك بناء على توجيهات وزير الصحة وائل أبو فعور. وسيدعي أبو فعور على الأشخاص المتورطين بافتعال الحريق والذين حصلت وزارة الصحة على أسمائهم من رئيس البلدية، وسيتم تحويلهم إلى القضاء. أمهلت نقابات الشاحنات الدولة مزيدا من الوقت لتحقيق عدد من مطالبها قبل توجهها للتصعيد والتوقف عن العمل. وأبرز مطالب هذه النقابات التي أعلنت عنها خلال مؤتمر صحفي مشترك التقيد بأحكام قانون عمل الأجانب في لبنان لناحية قانونية عمل السائقين السوريين على الشاحنات الكبيرة. اليوم ما فينا نشتغل بلا السائق السوري، شئنا ام ابينا، بدنا يطبقوا القانون فليتفضلوا يطبقوه، ما عندنا مانع، نحن بنوقف نوقف بدون اي جميله حدا، بنوقف عن الشغل كلنا، اذا عجزه هي عن تامين او تامين سائقين لبنانيه تعلمهم وتدربهم وما تكلفهم مصاري حتى يصيروا سوقوا هالشاحنات ويصير نستغني عن السائق الغريب، نحن مع الدوله، نحن دوام السائر من عبكره من 6:30 ل8:30 مثله وماشي مقدس، تمام بعد الظهر ما في دوام للشاحنات، واصلين لتوقيف الشغل، بدنا نعلنه، مش رح نعلنه هلا، مش هيك يا شباب؟ لا. من اجله ريثما الدوله تتلبي لنا هالمطالب. شارك 150 طفلا سوريا يتيما لاجئا في حفل نظمته هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية في دار الفتوى في إطار برنامج كفالة اليتيم بالتعاون مع جمعية إدنبرغ كيرز في خلية المرحوم عبد اللطيف عيتاني في الحمرة. وتضمن الاحتفال توزيع الحلوى على الأطفال بالإضافة إلى نشاطات ترفيهية ومسابقة دينية، وتم تقديم هدايا عينية للأطفال عبارة عن ملابس ومواد غذائية. ومن المقرر أن يستكمل المشروع في مناطق رشية خلال الأيام المقبلة. نصل رشا إلى النشرة الرياضية ترافقنا فيها بعد قليل الزميلة هبة زيدان.
مساء الخير. بعد 15 سنة أحرز نادي الحكم اللبناني لقب بطولة دبي الدولية 27 لكرة السلة بالمباراة النهائية اليوم أمام صاحب الأرض فريق الأهلي الإماراتي بفارق 5 نقاط وبنتيجة 96-91 وسط حضور جماهير لبناني كتير كبير. الفريقين بدأوا المباراة بتركيز عالي وتناقل الفريقين التسجيل والسيطرة بالربع الأول لتبقى النتيجة متقاربة، وبالربع الثاني فرض أبناء القلعة الخضراء أنفسهم حيث أنهى لاعبي الحكم الشوط الأول بفارق 3 نقاط وبنتيجة 44-41. وبالربع الثالث انتفض الفريق اللبناني ووسع الفارق لأكثر من 15 نقطة، إلا أنه أتى الربع الأخير حيث عاد الفريق الإماراتي وقلص الفارق إلى 4 نقاط، لكن إرادة لاعبي الحكمة كانت كتير كبيرة وحسموا اللقاء واللقب لصالحهم بفارق 5 نقاط. وبالختام تم توزيع الميداليات والجوائز التذكارية على اللاعبين، كما تم تكريم تلفزيون مستقبل بدرع تذكاري تسلمه مدير قسم الرياضة بالتلفزيون الزميل حسام زبيبو، كما تسلم قائد فريق الحكمة رودريغ عائل كأس البطولة وسط فرحة كبيرة من اللاعبين والجمهور يلي توافد بشكل كتير كبير ليشجع فريق الحكمة. إلى أخبار كرة القدم، حيث تمكن نادي النجمة من العودة بانتصار مهم من أرض نادي الاجتماعي طرابلس بهدفين من دون رد ضمن منافسات المرحلة الـ 12 من الدوري اللبناني لكرة القدم، يلي شهدت أيضا امبارح تعادل سلبي للعهد وشباب الغازية. بدوره تغلب الأنصار على طرابلس 2-0 على ملعب بيروت البلدي. الأرجنتيني لوكاس غالان افتتح تسجيل الأنصار بالدقيقة 18 برأسية إلى يسار الحارس بعد تلقي كرة عرضية من سي شيخ قبل ما يعزز البرازيلي باولو النتيجة لفريقه بإصابة تانية أحرزها بالدقيقة 35 برأسه أيضا إلى يسار الحارس بعد عرضية بالمسطرة من حسن شعيته. ومع الفوز بيكون تقدم الأنصار من المركز السادس إلى الثالث بالترتيب العام بعد ما رفع رصيده إلى 21 نقطة. أفلت برشلونة من مفاجآت لاس بالماس الصاعد حديثا للدرجة الأولى وتغلب عليه 2-1 ضمن منافسات المرحلة 25 من الليغا، وهيك بيكون عم بيتقدم البارسا خطوة جديدة نحو لقبه السادس خلال آخر 8 أعوام بالدوري الإسباني، حيث رفع رصيده إلى 63 نقطة بالصدارة بفارق 9 نقاط أمام أتلتيكو مدريد يلي رح يلتقي فياريال بكرة الأحد، و10 نقاط أمام أريال يلي بيلتقي مالاغا ضمن المرحلة نفسها، بينما تجمد رصيد لاس بالماس عند 21 نقطة بالمركز 18. بدي أذكر أنه يوم الثلاثاء المقبل رح تكون في مواجهة منتظرة من مع برشلونة إذا أمام أرسنال الإنجليزي وذلك بذهاب دور 16 من الشامبيونز ليج. مبروك للحكمة مرة جديدة. ختام أخبارنا الرياضية، شكرا للمتابعة وعودة لعندك محمد. شكرا لك هبة. نتابع هذه النشرة مشاهدينا. شلال النار يظهر في الغرب الأمريكي و15 ألف شخص يتزوجون في كوريا الجنوبية جماعيا. هذه وغيرها من الأخبار في الصفحة من المتفرقات. شلال النار ظاهرة طبيعية نادرة وصلت إلى الغرب الأمريكي، حيث تساقطت أشياء تشبه الحمم البركانية من أعالي جبال مطلة على منتزه شهير في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ولكن المشهد ليس أكثر من خدعة بصرية تنشأ عندما تنعكس أشعة الشمس على المياه المنسابة من الجبل فيتحول لونها إلى برتقالي بلون النار وحمم البراكين. إنها شجاعة جنونية، هكذا وصف مغامر تركي رحلته الأخيرة التي قادته إلى تسلق جبل جليدي في جزيرة غرينلاند في القطب الشمالي الذي يعتبر من أخطر الأماكن في العالم. عندما نفذ مغامرته كانت درجات الحرارة في المكان 25 تحت الصفر، علما أن الحرارة عندما تنخفض إلى ما دون 15 درجة يمكن أن يتفكك الجليد بسرعة. هذا الطفل كان يستمتع بقطعة من الحلوى اللذيذة، ولكنه قرر أن يهديها إلى كلبه، وعندما التهمها الأخير انفجر الطفل في البكاء. والطريف أن هذا المشهد نفسه تكرر أكثر من مرة. احتضنت كوريا الجنوبية حفل زفاف جماعيا شارك فيه 15 ألف عريس وعروس، بينهم 3 آلاف قادموا من 62 دولة حول العالم، كما أن 2000 منهم كانوا متزوجين بالفعل ولكنهم رغبوا بإعادة إحياء هذه المراسم. وإلى صفحة الأحوال الجوية مع كارين خرط.
الحصول على أجدد تليفون من ألفا. قسط على 12 شهر ب 0% فايدة مع حسم لغاية 40% لما تشترك بال 4G Data Bundle أو تزيد الجيجا بايتس. العرض محدود. بونسوار. طقس متقلب عم بيسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. تفاصيل كلها من بعد فقرة صورة وشمسية. من صورة ماي مننتقل عالدول العربية لنشوف كيف عم بيكون طقسها وكيف عم بتكون الحرارة فيها، ومنبلش جولتنا بتونس 21 درجة، الرباط 19، الجزائر والقاهرة 20 درجة، بغداد 26، دمشق والقدس 17، عمان 16 درجة، ومنختم مع الكويت 25، الدوحة 27، أما الرياض عم تسجل 29 درجة. هلا بننتقل على لبنان. الساحل اللبناني عم تتراوح حرارته بين 11 و19 درجه بالنسبه للجبل 17، اما بالداخل بتوصل اقصاها ل 19 درجه. تفاصيل اكثر بنروح على الخريطه اللبنانيه وبنبلش جولتنا بعكار 15 درجه، طرابلس 17، الارز 8، الكوره 19 درجه، الهرمل 18، القعد وبعلبك 19 درجه، الرياء 17، منكفي على جبال 18، ميروبة 10، جونية وبعبدة 19 درجة، بيروت كمان 19 درجة، منكفي لنوصل على زحلة 19، شطورة 16، عنجر ومشغرة 17 درجة، جزين 18، رشية 16، مرجعيون وبنت جبال 17 درجة، ومنختم بالمناطق الجنوبية مع صيدا صور وقانا 18 درجة. بكرة الأحد طقسنا غائم جزئيا، عنا تساقط للأمطار وعنا انخفاض بسيط بدرجة الحرارة لترجع تشتد الأمطار بفترة الظهر وتوصل الحرارة أقصاها ل 19 درجة أدنيها 14 ويتحول نهارنا لغائم. بالنسبة للتنين 18 درجة، أما الثلاثة بتوصل أقصاها ل 19 درجة. عنا تساقط للثلوج على علو 1800 متر، بالنسبة للحرارة عم تتراوح بين درجة و 8 درجات بمنطقة الأرز. لهون بتكون خلصت النشرة الجوية، تصبحوا على ألف خير. وفي ختام المسائية تذكير بعناوين. يعني اللي بيتحمل هذا الموضوع هو حزب الله والتيار الوطني الحر. الحريري يدعو من دار الفتوى الحكومة إلى التحرك باتجاه المملكة لحل موضوع وقف مساعداتها للجيش وقوى الأمن. تصرفت الخارجية اللبنانية وكأنها ملحقة بمكتب العلاقات الخارجية لحزب الله. ومواقف منددة بهجوم حزب الله المتكرر على السعودية وتعريضه لبنان لمغامرات هو بغنى عنها. ثوار حلب يستعدون المبادرة غربا إثر هجوم من 6 محاور، والمعارضة توافق على هدنة مؤقتة بضمانة دولية. ايضا بالختام محمد نقول مبروك للرياضي اللي تغلب من شوي على الارثوذكس الاردني بنتيجه 111-75، وبكره ايضا مباراه رح تكون حاسمه له. اذا مبروك للرياضي، دائما تابعوا مع هبه لحظه بلحظه. الى اللقاء مشاهدينا. الى اللقاء.